بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشكر مفتاح المزيد، ده مفتاح النهاردة. الشكر مفتاح للزيادة، للمزيد. أي حد عايز زيادة يشكر. قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. أي إنسان عنده نعمة عايز ربنا يزيده منها يحافظ على الشكر، يحافظ على الشكر. الله جل وعلا اسمه الشكور والشاكر. الشكور يشكر للعبد أي شيء يفعله، طاعة أو غيرها، يشكرها الله جل وعلا. والذي سقى كلبا، سقاه أحد الناس، شكر الله له بذلك فغفر له، شكر الله له ذلك. فالشكر ضد الكفر، الشكر ضد الكفر. لذلك لما تقرأ في القرآن الكريم تجد معنى الشكر مقابل لمعنى الكفر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، لما تسمع وتقرأ في القرآن الكريم تجد هذا المعنى بكثرة. ومن شكر فإنما يشكر نفسه، ومن كفر، فالشكر مقابل للكفر، ومن كفر فإن ربي غني حميد، حتى قول سيدنا سليمان: ليبلوني أشكر أم أكفر. الشكر مقابل للكفر. طيب، أي إنسان معاه نعمة، المفتاح بتاع النعمة دي إنها تزداد الشكر. الآية واضحة: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. طيب، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ده كلام النبي عليه السلام. اللي ما بيشكرش الناس عمره ما هيشكر ربنا. فاللي تطبع وتربى على ان اي حد يسدي له معروفا او يقدم له معروف يقول له جزاك الله خيرا او شكرا، ده اكيد بيشكر ربنا سبحانه وتعالى. طيب، مش عايز اطول، المفتاح دوت جميل جدا، ولكن انا هقول لك على حاجة بسيطة جدا. ازاي اشكر ربنا شكر يقفل لي باقي يومي او يقفل لي الليلة بتاعتي؟ انا ما عنديش وقت من كتر شغلي ومن كتر كذا وكذا وكذا ان انا اشكر الشكر اللي هو، اعمل ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة، اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك أي نعمة تصبح فيها تشكر ربنا عليها، فقد أديت شكر يومك. طب لو قلت الدعاء ده بالليل، فقد أديت شكر ليلتك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، فقد أديت شكر يومك أو شكر ليلتك. أنت كده عملت اللي عليك في الليلة دي، مش محتاج تشكر تاني. لو شكرت طبعا الله جل وعلا يحب منك المزيد، وهو الشكور يشكر لك ذلك. لكن الدعاء مرة أخرى: اللهم ما أصبح بي، مذكور في أذكار الصباح والمساء، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.